وفي تصريحات لأون لايف أكد وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي أن هناك رغبة من رجال الأعمال العمانيين للتوسع في مجال التعدين في مصر فضلا عن تنشيط مجلس الأعمال المصري العماني. ولله الحمد كانت هناك جوانب تتعلق بقطاع التعدين، وفي رغبة أكيد الحقيقة من بعض رجال الأعمال للتوسع في قطاع التعدين في جمهورية مصر العربية. كان الحديث أيضا عن العلاقة بين المناطق الحرة والمناطق الصناعية في سلطنة عمان ونظيراتها في جمهورية مصر العربية. هناك أيضا جوانب تتعلق بزيادة حركة الطيران بين البلدين، ورغبة أكيدة من الجانب العماني لزيادة عدد الرحلات إلى جمهورية مصر العربية. في توجه من مجموعة من رجال الأعمال لتنشيط جانب مجالس رجال الأعمال، مجلس رجال الأعمال المصري العماني، وهناك توجه من مجموعة من رجال الأعمال العمانيين أيضا أن يذهبوا على أعقاب هذه الزيارة لجمهورية مصر العربية. قطاع الطاقة أيضا كان من القطاعات المهمة.